للحديث عن آخر التطورات السياسية ينضم إلينا مراسلنا من بغداد الزميل مهدي غريب. صباح الخير مهدي. يعني مهدي، حديث عن تقارب سياسي لإعادة تعديل النظام الداخلي الذي سيمهد لحلحلة الأوضاع باختيار رئيس جديد للبرلمان، ما هي آخر المعلومات المتوفرة لديك؟ أهلا ملاذ. يعني بعد الإخفاقات السياسية الكبيرة التي حصلت باختيار مرشح رئيس البرلمان وبعد التجاذبات والتقاطعات السياسية كلما تصل إلى ذروتها. نعم مهدي تسمعني؟ هو لا مسير المتعود صفر، فبالتالي نعم. هنالك يسعى أو تسعى الكتل السياسية على دعم مرشح تحالف التقدم الوطني كونه الأقرب والأبرز والأكثر عددا من بين الكتل السياسية الأخرى. في الفترة الماضية كانت حضور نواب خارج كتلة التقدم وبالتحديد من تحالف عزم والسيادة سالم العيساوي وغيرهم من النواب محمود المشهداني ربما كانوا الأقرب بسبب توجه بعض الكتل السياسية حول أو صوب هؤلاء المرشحين، لكن ربما عقارب السياسة عادت من جديد تتجه بوصلتها تجاه تحالف التقدم الوطني. هنالك مزاعم سياسية واتفاقات نيابية داخل مجلس النواب حول اختيار مرشح من تحالف التقدم الوطني لاختيار رئيس البرلمان، ولكن هذا لا يأتي من فراغ. هنالك مادة يجب الاتفاق عليها هو تعديل النظام الداخلي بالتصويت نصف زائد واحد، يعني مع شركاء تحالف التقدم الوطني سيتم تصويت وتثبيت مرشح للبرلمان أو لرئاسة البرلمان، ومن ثم بعد تعديل النظام الداخلي سيعاد افتتاح أو فتح باب الترشيح مجددا حتى يستطيع تحالف التقدم أن يرشح شخصية بديلة، خاصة وأنه خسر جميع مرشحيه بانسحاب شعلان الكريم من السباق الانتخابي وبعض الاعتراضات الكبيرة التي حصلت لشخصية شعلان الكريم. فبالتالي تعديل النظام الداخلي يكون تحالف التقدم الأقرب لنيل منصب رئاسة البرلمان. نعم، يعني هناك حراك سياسي متضارب بين القوى السياسية السنية وأيضا اجتماعات حول تحقيق توافق، لكن الأنباء تشير إلى استمرار الخلافات، يعني ضعنا في صورة هذه الخلافات. هناك جزء من قبل الإطار التنسيقي وأحزاب من الإطار التنسيقي أو شخصيات من الإطار التنسيقي تدعم شخصيات خارج تحالف التقدم، وهناك شخصيات أخرى تدعم شخصية السيد محمود المشهداني أو سالم العيساوي. هذه التجاذبات والانقسامات داخل الإطار التنسيقي جعلت من تحالف التقدم الوطني أو جعلت آراءها متشظية ما بين تقدم وما بين السيادة أو ما بين عزم.